على الرغم من تراجع أداء النفط وتراجع الأسعار في الربع الثاني من عام 2023 ليسجل مستوى متدني أو رابع ربع من التراجعات على التوالي، إلا أن الأسواق الخليجية اتخذت نهجا ومسارا مختلفا نحو المكاسب، سواء على مستوى الأسواق أو حتى على مستوى المكاسب السوقية وكذلك مستويات السيولة. لاحظنا خلال الربع الأول من هذا العام تراجع في معدلات السيولة، ليس فقط الربع الأول ولكن حتى تراجع معدلات السيولة بدأ تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى هذا النصف. حتى إجمالا لو قارنا النصف الأول من العام الماضي بالنصف الأول من عام 2023 سوف نشاهد تراجعا إجماليا في السيولة في النصف الثاني من أو النصف الأول من هذا العام بأكثر من 40%. ولكن على مستوى الأداء الربعي مقارنة ربع الثاني من هذا العام بالربع الأول من العام الماضي شاهدنا نموا في السيولة ب6% بالنسبة للأسواق الخليجية لتسجل 130 مليار دولار. استحوذت السعودية واستأثرت ب66% من إجمالية هذه السيولة، تلاها سوق أبوظبي ب14%، ثم قطر، الكويت، دبي، ثم عمان والبحرين بنسب أقل من السيولة. هذا انعكس على قيم سوقية ارتفعت ب260 مليار دولار، وإجمالي القيمة السوقية بالنسبة للمؤشرات الخليجية وللأسواق الخليجية وصل إلى 4 تريليونات و180 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وذلك بالمقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لترتفع المكاسب السوقية والقيمة السوقية 7%. نتحدث عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمكاسب بالنسبة للبورصات الخليجية. بطبيعة الحال السعودية لها نصيب الأسد، حيث ارتفعت ب251 مليار دولار، استحوذ منها أرامكو وحده على 186 مليار دولار لتسجل القيمة السوقية الإجمالية للسوق السعودي 2.9 تريليون مليار دولار. سوق أبوظبي ارتفعت مكاسبه ب15 مليار دولار إلى 756 مليار كقيمة سوقية بالدولار. سوق دبي الذي سجل أداء استثنائيا خلال الربع الثاني من هذا العام حصل على مكاسب فقط 12 مليار دولار وارتفعت قيمته السوقية إلى 163 مليار دولار. في المقابل بورصة قطر وبورصة الكويت شهدتا خسائر سوقية، سواء على مستوى بورصة قطر ب70 مليون دولار أو على مستوى بورصة الكويت ب12 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية لكلا السوقين حوالي 163 مليار دولار لبورصة قطر و134 مليار دولار لبورصة الكويت. على مستوى أداء المؤشرات دعونا ننظر إلى الأداء بالنسبة للسوق السعودي مثلا، مكاسبه 8%، واحد من أفضل الأداءات الربعية بالنسبة للسوق السعودي منذ سنتين تقريبا، 8% نشاهدها أو منذ عام تقريبا بالنسبة للسوق السعودي 8% مكاسب للمؤشر، وهي ثاني مكاسب ربعية على التوالي بالنسبة لمؤشر السوق السعودي. فوتسي أبو ظبي شهد مكاسب بأكثر من 1% رغم الضغوط التي شهدناها طوال هذا الربع على بعض الأسهم القيادية. كان سهم بنك أبوظبي الأول، سهم العالمية القابضة، تعرض لضغوط خلال الربع الثاني. فيما مؤشر بورصة قطر سجل ثالث خسائر ربعية على التوالي وفقد مستويات مهمة بنهاية الربع، إلا أنه استعاد في بداية النصف الثاني بعض المكاسب من جديد. لو نظرنا أيضا إلى المؤشرات الخاسرة، كان مؤشر الكويت كذلك أيضا على خسائر ويسجل ثاني خسائر ربعية على التوالي. فيما مؤشر سوق دبي الذي سجل أداء استثنائيا خلال الربع الثاني بمكاسب أو بدعم من أداء الأسهم العقارية وعلى رأسها إعمار العقارية، كذلك أيضا بنك الإمارات دبي الوطني كان لهما أداء أيضا قوي واستثنائي خلال الربع الثاني. رفقة العربية للطيران أيضا كانت على مكاسب، وإجمالا حقق المؤشر مكاسب ب11% على مستوى الربع الثاني، وكان ذلك أعلى إغلاق ربعي في 8 سنوات. لو نظرنا أيضا إلى باقي المؤشرات سوف نشاهد مؤشر بورصة البحرين سجل مكاسب تقترب من 4%، وهذه أعلى مكاسب ربعية منذ مارس 2022. مؤشر بورصة مسقط على خلاف ذلك سجل أكبر خسائر ربعية في
عام. ما هي المؤثرات التي أو الأحداث التي تواجدت في الأسواق الخليجية وتحديدا في السعودية على مدار الربع الثاني؟ كان هناك إدراجات في السوق الرئيسية، 4 إدراجات متتالية، سواء للموارد للقوى البشرية، مرابحة مارينا، جمجوم فارما، وكذلك أيضا المطاحن الأولى، إضافة أيضا إلى موافقة 11 شركة على تقسيم القيمة الإسمية للسهم أو على تجزئة الأسهم، وهذا أدى إلى دخول سيولة كبيرة لهذه الأسهم وللسوق بشكل واضح مع تقسيم القيمة الإسمية للأسهم. أيضا تثبيت معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في يونيو، تبعه طبعا ارتباط الأسواق والبنوك المركزية في دول الخليج بالفيدرالي الأمريكي، وبالتالي تثبيت معدلات الفائدة. أيضا شهدنا تراجعا لأسعار النفط في الربع الثاني من هذا العام ب6% لسجل رابع خسائر فصلية على التوالي. إذن الأسواق الخليجية في عام 2023 أداؤها يتطور بعد الربع الأول الذي شاهدنا فيه حالة من التباطؤ والتراجع، ولكن السيولة بدأت في النمو على أساس ربعي، ولكن على مستوى النصف سنة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022 هناك تراجع ب40% على مستوى السيولة.